ما عاد عن سبب إلا له السبب، فإن جفته دوات قام ينتحب، يوشوش الليل ما ضمت سريرته، وينبئ الفجر ما أودى به التعب، يمضي الحياة مريدا كلما عرجت به المدارج أذكى ناره الوصل، يراود والأطلال هامدة حتى يحركها التحنان، والضرب هل يسلم الحبر للأوراق تهجر، أو يسلم الدمع للأفكار تحترب، أو يحفر القلب مشضيا وينثره على الرطوب، فلي أم وذاك أب ما زال يحمل دنياه ويعها على يديه، يناجيها وتحتجب، هذا الأديب وهذه قصة أبدا، وذلك الفكر إن يحتاجه الأدب.